وهنا وصلنا للموقف 206 من سلسله 300 موقف شطرنج لازم تعرفه. والنقله هنا الابيض، ازاي الابيض يكسب في الشكل ده؟ وقف الفيديو وحاول تجيب لي افضل تكمله. تلعب هنا ايه؟ عشان تكسب اي موقف في الاند جيم لازم اولا تجيب فكره مكسبه. وهنا فكره المكسب للابيض هو البيدا السالك اللي على العمود الاف، وده يا جماعه بنقول عليه بيدا سالك مدعم، بمعنى ان الابيض عشان يكسب في الشكل ده لازم اولا يتخلص من بيادق الخصم اللي موجوده في جناح الوزير، ولو استطاع ان هو يعمل كده هيستطيع بعد كده ان هو يرقي البيدا اللي موجوده على عمود الاف بكل بساطه. يبقى فكرته هنا ان هو يحاول يتخلص من بيادق الاسود. طيب تلعب هنا ايه؟ جود بلاي. هلعب اي 4. فكره اي 4 ان انا انفذ فكرتي ان انا اتخلص من بيادق الخصم. هيلعب هنا كينج اي 5. طبعا الاسود ما ينفعش ياكل بيدق في بيدق، لو كان بيدق في بيدق هتبقى نقله بلندر، هاكل بالملك وبعد كده اكل البيدق اللي بعديه ويبقى في بيدق ضعيف على عمود السي، وبكده الابيض بيكسب. لذلك الاسود لازم يلعب نقلات انتظاريه بالملك. هلعب هنا اي بي 5 سي بي 5. بعد النقله ديت تلعب هنا ايه؟ جود بلاي سي 4. فكره سي 4 دلوقتي انا عاوز اكل بيدق في بيدق، ولو الاسود فكر يلعب نقله زي نقله بي 4 ساعتها هلعب سي 5 والعب على فكره بيدقين سالكين على عمود الاف. ودي طبعا يا اساتذه فكره شهيره في الاند جيم، طالما عندي بيدقين ما بينهم عمودين يبقى انا كده هرقي واحد فيهم اجباري، وده اول احتمال. طيب لو لعب كينج دي 5 هلعب اف 6 اقول له عاوز اروح رقي، هيلعب كينج اي 6 عشان يمنع ترقيه البيدق اللي على عمود الاف، هلعب سي 6 واقول له عاوز ارقي على عمود السي. طيب هو مش هيلعب النقله دي، بعد نقله سي 4 هيلعب نقله اي 4. بيقول لك كش ملك، لو انت مكان الابيض تلعب هنا ايه؟ جود بلاي. هلعب كينج سي 3. الفكره ببساطه دلوقتي ان انا منعت زقه البيدق على عمود بي 4، وفي نفس الوقت طالب نقلتين، طالب العب البيدق على عمود السي وطالب اكل بيدق في بيدق على عمود البي. وهنا اجباري لازم ياكل بي سي 4 هاكل كينج في سي 4، وخلاص كده الابيض حقق فكرته وتخلص من بيادق الاسود، وبكده الملك هيروح على البيدق الاخير اللي على عمود الاي وياكله، وبعد كده يروح يدعم البيدق بتاعه السالك اللي على عمود الاف ويكسب في الاند جيم. لو عجبك الفيديو ما تنساش بقى اشتراك لايك شير، ولو عاوز تعرف اكتر روابط الكورسات في وصف الفيديو، ويلا بينا نشوف الموقف اللي بعده.